حاجة اسمها ام اس ام جي تي او يعني بولجاي تندون اورجان. ام اس معناها ماسل سبندل. ايه حكاية بولجاي تندون اورجان؟ قوم و بص لهم هي موجودة في التندون، يعني لو كان دي بايسبس ماسل، البايسبس ماسل بتنتهي التندون، يبقى في التندون ده موجود جواه جولجاي تندون اورجان، وده اللي دكتور الأعصاب دايما يستخدمه، يقوم حاطط صباعينه عليه، وبعد ما يحط صباعينه عليه يمسك القمر الشاكوش الصغير ده ويقوم عامل كده، إيه اللي حصل؟ كونتراكشن. وده بنسميه إيه كونتراكشن اللي حصل ده؟ اللي حصل ده اسمه ستريتش ريفلكس. اسمه إيه؟ ستريتش ريفلكس، واحنا محاضرة اسمها ايه؟ ستريتش ريفلكس اكسرسايز، يبقى اكيد ليهم علاقة ببعض. هو حصل ليه؟ أول ما خبطت على الجولجاي تندون أورجان حصل ليه ستريتش ريفلكس؟ بصوا بقى، أول ما هخبط على الجولجاي تندون أورجان أنا هعرض التندون أورجان لما تخبطه كده، يبقى معناها خد بالك بالبطيء، أنا نزلت بإيدي وعملت إيه على الجولجاي تندون؟ عملت له ستريتش ولا عملت له شورتنج؟ حط استك ودوس عليه، هي الاستك ده هيطول ولا هيقصر؟ هيطول، تمام، يبقى انا عملت ايه للجولجاي تندون اورجان لما خبطت عليه؟ ستريتش. اول ما عملت ستريتش قام باعت اشاره لنفس الماسل اللي هو فيها بيقول لها الحقيني انا هيحصل لي ستريتش. طب الاستك تخيل كده استك مشدود وحضرتك عمال تدوس عليه تدوس عليه تدوس عليه هيقعد يطول 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 يطول، ليه حدود ولا ملوش حدود؟ يعني ممكن في لحظه يتقطع. طب هيسيب نفسه الجولجاي تندون اورجان لغايه لما يتقطع؟ ينبه على الماسل يقول لها الحقيني انا بتعرض لستريتش، من فضلك انت اعملي ايه؟ ريلاكس. عشان الماسل لو بقت ريلاكس الماسل نفسها هتبقى ايه؟ طويله، يقدر هو ايه؟ يستريتش اكتر. يبقى وظيفه الجولجاي تندون اورجان انه لو حصل له ستريتش يعمل ايه في الماسل؟ ريلاكس ماسل. العكس بالنسبه للماسل سبندل من اسمها. هي اسمها ماسل سبندل، تبقى موجوده في التندر ولا موجوده في الماسل؟ موجوده في الماسل. اول ما الماسل يحصل لها كونتراكشن، تخيل كده كوره كوره نفختها بالهواء، البادي بتاعها ده عمال يتنفخ يتنفخ. ليها ليميت ولا مالهاش ليميت؟ ليها ليميت، لحظه ممكن ايه؟ تفرقع. طب الماسل بتاعنا عمال يحصل فيها كونتراكشن، يعني تتنفخ. كونتراكشن كونتراكشن، هتسيب نفسها لغايه لما تنفجر؟ لا، بالتالي مين اللي بيحصل فيه ستيموليشن جوه؟ الماسل سبندنج. يبقى الماسل سبندنج، بلاش كلمه كونتراكشن دي عشان ما تتلخبطوش. نبدا من اول وجديد. الماسل دي فيها شورتنج، انا هبدا اعمل لها ستريتشنج. طب انا بعمل ستريتشنج بس للماسل ولا بعمل ستريتشنج معاها للماسل سبندلي؟ بعمل معاها للماسل سبندلي. فتخيلوا كده انا عمال اعمل ستريتش ستريتش ستريتش، اطول اطول في الاستيك اطول. هي نفس الطريقه، الاستيك ده ممكن ايه؟ يفرقع، بس المرة دي اللي هيفرقع التندر ولا الماسل؟ الماسل اللي هيفرقع، مين اللي هيلحقها؟ الماسل سبندل مش التندر. الماسل سبندل هيحصل لها ستريتش برضو. هيحصل لها ستريتش برضو، وبالتالي هتطلب من الماسل انها تو ريلاكس ولا هتطلب من الماسل تو كونتراكت عشان تمنع الستريتش ستريتش ستريتش؟ ها؟ تطلب من الماسل انها تو كونتراكت. يبقى في الواقع ان الاستيميليشن بتاع الماسل سبندل هو ستريتش، والاستيميليشن بتاع الجولجاي تندون ستريتش، بس الاستريتش مختلف. الماسل سبندل عشان يحصل لها ستريتش لازم يبقى الماسل في واقع ستريتش وانا عمال اعمل لها ستريتش، لكن الجولجاي تندون لازم يتخبط عشان اعمل له ستريتش. طب الخبطه دي هتيجي منين؟ الخبطه دي هتيجي من الماسل لما الماسل اوريدي يحصل لها ايه؟ كونتراكشن. يبقى الاسترتش ده سببه ان انا اوريدي بعمل للماسل استرتش. استرتش يعمل استرتش للماسل سبندل تقوم تحمي نفسها وتعمل
للماسل كونتراكت. لكن الاسترتش ده بيجي من خبط على التندون. طب مين اللي بيخبط على التندون؟ احنا قلنا دكتور الاعصاب هو اللي بيخبط على التندون. لكن في الواقع مين اللي بيخبط على التندون باستمرار؟ هو الماسل، لان في علاقه بين الماسل والبولبار تندون اورجان. يبقى الماسل كونتراكشن هو اللي بيعمل استرتشنج على البولبار تندون اورجان، يقوم يطلب من الماسل انها بدل ما تعمل كونتراكشن تعمل ايه؟ ريلاكسيشن عشان تقلل الاسترتش عليه. وده اللي بنسميه اوتو انهبيشن اند ريسيبروكال انهبيشن. معنى كلمه اوتو انهبيشن هو مين هنا عمل ريلاكسيشن للمصل؟ مين عمل ريلاكسيشن للمصل؟ الجولجاي تندون ايه بتاعها. مين هنا عمل انهبيشن للمصل؟ الجولجاي تندون ايه بتاعها. يعني ايه؟ يعني اوتو انهبيشن، الماسل عملت انهبيشن لنفسها. طب مين عمل هنا انهبيشن؟ الماسل سبندل بتاعها، بس الماسل سبندل عملت انهبيشن مين؟ انهبيشن للانتاجونست، يبقى ده ريسيبروكال انهبيشن. يبقى كلمة اوتوجينيك انهبيشن ان الماسل تعمل انهبيشن لإتسلف لنفسها، لكن الريسيبروكال انهبيشن ان الماسل تعمل انهبيشن للاوبوزيت ماسل. وده اللي بنسميه ماكسيمم كونتراكشن. ماكسيمم كونتراكشن هيعمل استيميليشن لمين؟ للجولجاي تندون اورجان فولد باي ماسل ريلاكسيشن. لكن ده ماسل كونتراكشن ليد تو اوبوزيت ماسل ريلاكسيشن. المفروض ان انتوا خدتوا ده في الفيسيولوجي، وده اللي بيزد عليه الكلام ده. ممكن يقع منه حاجات كتير وانا بشرح. ارجعوا تاني للريكورد اللي انا عامله هنا دلوقتي ده، ارجعوا تاني للريكورد اللي انا عامله على الاونلاين، هيثبت في مخكم، واللي ما يثبتش في مخه يجي لي المكتب عشان خاطر اعيده له مره واثنين وثلاثه وعشره، لان الكلام ده مهم. من خلال الماسل سبندل والجولجاي تندون اورجان، من خلال الاوتوجينيك انهبيشن والريسيبروكال انهبيشن، انا بستخدم الكلام ده في الاسترتشنج من خلال ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اسمها هولد ريلاكس او كونتراكت ريلاكس. هولد ريلاكس اند كونتراكت ريلاكس بتستخدم القاعده دي. Maximum contraction of the muscle lead to maximum relaxation of the same muscle by effect of Golgi tendon organ. ازاي؟ امسك العيان اللي هعمل له ستريتش، انا عايزه يفرد كوعه لان في شورتنج في البايسبس، اجي البايسبس نفسها عايز اعمل لها انهبيشن. بالاوتوجينيك انهبيشن يعني تعمل انهبيشن تو اتسلف. اقول للعيان ايه؟ اتني كوعك، اتني كوعك، اتني كوعك، اتني كوعك، اتني كوعك، ريلاكس. لما اقول له ريلاكس من الوضع ده يبقى انا جيم ذا ماكسيموم ريلاكسيشن اوف ذا ماسل، اقدر اعمل لها ستريتش بسهوله. ريلاكس. فاهمين يعني ايه؟ الماسل دي شورت، اجي على الشورت ذا ماسل واعمل لها كونتراكشن. اجي على الشورت ذا ماسل اللي انا عايز اعمل لها ستريتش واعمل لها ايه؟ كونتراكشن. افرد كوعك، هو فرد بس لغايه هنا مش قادر يكمل. اجي لاخر الرينج ده واقول له اعمل، يبقى انا عايز اعمل ستريتش للبايسبس بتاعي. اقول له ادني كوعك، ريلاكس، وبعدين اعمل ستريتش. يبقى كده مين الماسل اللي عايزه تو بي ستريتش البايسبس بتاعي؟ مين الماسل اللي حصل فيها كونتراكشن؟ البايسبس بتاعي. مين الماسل اللي حصل فيها ريلاكسيشن؟ البايسبس بتاعي. يبقى اقدر اعمل لها ستريتش بسهوله قوي. لكن في القاعده الثانيه ريسيبروكال انهبيشن، ودي مش الكونتراكت ريلاكس او الهولد ريلاكس، دي حاجه ثانيه اسمها اجونست كونتراكت. لان انا عندي قاعده اسمها ريسيبروكال انهبيشن. الريسيبروكال انهبيشن معناها ان حضرتك لو عايز تعمل ستريتش للبايسبس اعمل لها انهبيشن، بس مش ضروري تو كونتراكت البايسبس لانها تعبانه، هي شورت يعني فيها ويكنس. يعني الراجل لما تقول له اتني كوعك مش هيقدر. طب اعمل ايه؟ بكل بساطه اقول له لا، مش اتني كوعك، زق كوعك.
زقيني جامد 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 ريلاكس. هو زقيني جامد دي معناها كونتراكشن في مين؟ في الاوبوزيت ماسل. الاوبوزيت ماسل دي ما فيهاش حاجه، يعني هيزقيني بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله. طيب الكونتراكشن اللي حصل هنا بالقاعده دي بتاعت الماسل سبندل هيعمل ايه في الماسل الشورتنز؟ ريلاكسيشن. وبالتالي اقول له ريلاكس وابدا اعمل الاسترتش بتاعي. فهمنا الفرق بين الاثنين تالي؟ العملي فهم النظري، النظري بس ملهوش اي قيمه. هعيد تاني. يبقى عندنا لغايه دلوقتي درسنا نوعين من الـ VNF stretch. كلمة VNF على فكره عشان تعرفوها جايه من البروبيوسيبتور الجديد. يبقى الـ VNF الـ V الاوليه هي ايه؟ بروبيوسيبتور. الـ V الاوليه هي ايه؟ بروبيوسيبتور. الـ N هي نيورو ماسكولار. الـ F فاسيليتيشن. يبقى بي ان اف بروبيوسيبتيف نيوروماسكولار فاسيليتيشن. نقول تاني القصه. اول نوع من البي ان اف ستريتش اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اجونست كونتراكشن او ايه؟ هولد ريلاكس تكنيك. اسف، هولد ريلاكس تكنيك او كونتراكت ريلاكس تكنيك. الهولد ريلاكس تكنيك او كونتراكت ريلاكس تكنيك، مين اللي شورت؟ الماسل. مين اللي هيحصل فيها كونتراكشن؟ الماسل. مين اللي هيحصل فيها انهيبيشن؟ الماسل. مين اللي هيحصل فيها ستريتش؟ الماسل. الراجل ده مش قادر يفرد دراعه، يبقى الماسل دي بالنسبه لي هي البايسبس بتاعي. اجيب اخر الرينج واقول له كونتراكت الماسل. كونتراكت 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 ريلاكس. عندي قاعده اسمها اوتوجينيك انهيبيشن بتقول ماكسيمم كونتراكشن ليد تو او فولد باي ماكسيمم ريلاكسيشن of the same muscle ولا of the opposite muscle؟ of the same muscle. وبالتالي انا gain the maximum relaxation of the bicep وبعدين اقول له ريح خالص وابدا اعمل ستريتش. ده اوتوجينيك انهبيشن. القاعده الثانيه بتقول ريسيبروكال انهبيشن. انا ليه هتعرض للريسيبروكال انهبيشن؟ لان انا شغلي هنا على muscle weak. وبالتالي لما اقول له زقني انت طالب مني ايه؟ انت طالب مني معجزه. ده انا جاي لك عشان مش قادر اعمل اي حاجه فيك. وبالتالي انا مش هشتغل عليها خالص، انا هاجي على اخر الرينج اللي هو قادر يعمله واقول له زق ايدي. هو هيقدر يزق ولا مش هيقدر يزق؟ هيقدر يزق لان انا شغال على الترايسبس مش شغال على البايسبس. زق ايدي دي شغل على الترايسبس ولا على البايسبس؟ زق ايدي على الترايسبس اللي هي شورتند؟ لا دي عكس الشورتند خالص، دي الاوبر. طب الكونتراكشن في الترايسبس ليد تو ريلاكسيشن اوف بايسبس بايه؟ بالاوتوجينيك انهبيشن ولا بالريسيبروكال انهبيشن؟ بالريسيبروكال انهبيشن لانه اوبوزيت ماسل. وبالتالي اقول له ريلاكس ابدا اعمل استرتش. وده اسمه ايه؟ هولد ريلاكس ولا كونتراكت ريلاكس ولا اجونست كونتراكشن؟ اجونست كونتراكشن. النوع الثالث هو النوعين الاثنين مع بعض اسمه ايه؟ هولد ريلاكس with agonist contraction. Hold the relax with agonist contraction. انا بعمل الاثنين inhibition مع بعض. وبالتالي more and more relaxation of the shortened muscle. وبالتالي more and more stretching of the same muscle. هعمله ازاي؟ العيان ده مش قادر يفرد كوعه. جه لغايه هنا وقف. هعمل نمره واحد الكونتراكت ريلاكس تكنيك. هحط ايدي هنا واقول له كونتراكت 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 ريلاكس. كده جين ريلاكسيشن مستعديه لانها يحصل لها ستريتش. لا انا مش هعمل ستريتش، انا حاجه هنا واقول له زق ايدك زق 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 ريلاكس. كده مور اند مور ايه؟ ريلاكسيشن. وبالتالي هي مستعديه للستريتش اكتر، اعمل ستريتش وبالتالي اجين مور ستريتشنج فورس. دي كانت اخر محاضره ليكم، ده التمرين الاولاني اللي قلت لكم فكروني بيه. اخر محاضره ليكم معايا في الثيرابيوتيك اكسرسايز. هيبدا يكمل كورس الثيرابيوتيك اكسرسايز معاكم الدكتور محمد نبيل للاخر. هيبدا يكمل معاكم كتاب المحاضرات للاخر، وانا ان شاء الله هكون معاكم في البيشنت ايفالويشن يوم الاربع من اول يوم الاربع اللي جاي. ده التمرين الاولاني. طلع لي ده من فضلك.